تميزت زيارات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء للمجالس الرمضانية بدوره المهم في ترسيخ التواصل الاجتماعي وروح الإخاء والمحبة، حيث أكد سموه من خلالها على أن مملكة البحرين تواصل العمل على تنفيذ البرامج التطويرية والتنموية التي تصب في صالح المواطنين في إطار المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن التطوير عملية مستمرة يجب أن تتواصل بأسس تستوعب المتغيرات والتحديات، وقد تم العمل وفق هذا المفهوم لتعزيز المكتسبات الوطنية والتنموية والبناء على مكامن قوتها عبر المتابعة والإشراف على جملة من المشاريع النوعية. تشرفنا في هالليلة بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة، وتشرفنا احنا وعموم جميع قبيلة الكعبان في مجلس الكعبان في عسكر بحضوره في هذه الليلة. من أجمل الأشياء في شهر رمضان التزاور الاجتماعي، ومجلس الحاج حسن العالي كعادة السنوية يحتضن أهالي عالي أو أهالي البحرين بشكل عام. هذه العادة الطيبة المتوارثة من حكام البحرين الخليفة الكرام أبا عن جد في زيارة المواطنين والتواصل معهم، وهي من العادات العربية والإسلامية الأصيلة التي يحرص عليها أهل البحرين حكاما وشعبا. وأضاف سموه أن مملكة البحرين هي دولة المؤسسات والقانون، وهي تقف على قاعدة صلبة من التشريعات والقوانين المنبثقة من روح الميثاق والدستور، منوها إلى أن هذه التشريعات والقوانين الجديدة جاءت متوائمة مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 وفق مبادئها الثلاث: الاستدامة والتنافسية والعدالة. ومثل هذه الزيارات هو دليل واضح ودليل يعني مشرف على تواصل القيادة بالشعب، والكل يشعر بالارتياح ويشعر بالفخر والاعتزاز، وهذه سمة موروثة لدى حكام البحرين. المجلس سارة، وهذه من تواضعه ومن تفقده للأسر، وغيث مثل السحابة، هذا سمو الشيخ الله يحفظه زيارته ومجيه لنا هنا، وحنا والله جايين من هناك عشان نشوف نسلم عليه، وهذا من ما يفرج صدورنا. والتكريم ما هو للأسر البحرين بس، لنا حنا كالخليج. سمو ولي العهد يحرص في كل سنة كعادته بزيارة مختلف المجالس الرمضانية، وهذه فرصة ممتازة لتبادل الرأي والمشورة في كل ما يهم المواطن، وحقيقة تكون اللقاء عادة لقاء حميمي نتبادل مع سموه مختلف وجهات النظر. وقال سموه أن المملكة قطعت شوطا كبيرا في تحقيق نتائج إيجابية في العديد من المجالات بما يعود على المواطن بالخير، فقد نجحت المملكة في تقليص نسب البطالة، كما حققت تطورا ملموسا في توفير الخدمات الإسكانية عبر ما تم تهيئته من عوامل ساعدت على رفع نسبة الإنجاز في هذا القطاع الهام الذي سيظل من أهم الأولويات. الحمد لله، اليوم اللقاء في مجلس خالد آل شريف مع صاحب السمو الملكي ولي العهد الله يحفظه شيخ سلمان بن حمد، كان الحمد لله الكلام واضح وصريح ويتكلم عن الخطة المستقبلية في السنتين القادمتين. وكلمة سمو ولي العهد أكدت على هذا الشيء، تواصل والتقاء مع جميع أطياف المجتمع، وأشاد فيها كبيرا خصوصا مختلف الشرائح المجتمع موجودة. كلمة صاحب السمو احتوت اليوم على كثير من الكلام الطيب المهم، ومنها التطمينات في الاقتصاد البحريني ومتانة الاقتصاد البحريني والرؤية الواضحة لصاحب السمو، وتكلم عن الإسكان وطمن الشعب البحريني بأن مشكلة البطالة في طريقها للحل أيضا وإن وجدت. وأكد سموه إلى الحرص دوما على تنفيذ كل المشاريع لتحقيق مصلحة المواطن بالمقام الأول وتحقيق فوائد مستدامة وطويلة المدى لصالح الجميع
بما في ذلك الأجيال القادمة. التنمية الشاملة، تعزيز موقع البحرين التنافسي، دعم الشباب البحريني، نقاطنا أكد عليها سمو ولي العهد خلال الأسبوع الثاني لزيارة سموه إلى المجالس الرمضانية، وذلك وفق رؤية واضحة في إطار المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المفدى. خالد العون لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.